بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من يستفتونك. بالأمس كانت ذكرى ما حصل في شارلي إبدو، في مجلة شارلي إبدو في فرنسا، ومقتل 12 صحفي من هذه المجلة، وتجمع عدد كبير من رؤساء العالم في العاصمة الفرنسية باريس في مسيرة للتضامن مع هؤلاء والتنديد بهذه الجريمة. يحدث هذا وعلى مدار 3 أشهر الآن يقتل 110 صحفي في غزة ولا يتحرك أحد، حتى الرئيس الفلسطيني نفسه اللي هو راح باريس في هذه الحادثة لم يقل شيء حول هذه الجريمة الكبيرة. 110 صحفي، من المفترض أن الصحفيين بيقدم مهمتهم فقط تصوير ورفع الواقع وليس أكثر من هذا، لا يحمل سلاح ولا يحمل أي شيء إلا كالكاميرا والقلم والمايك، ولكن هذا الاحتلال الدموي الغاشم يخشى من الحقيقة ويخشى من الفضيحة اللي هي أصلاً يعني بث مباشر كل يوم وكل لحظة. بالأمس كان هناك أيضاً استهداف، أو منذ عدة ساعات وأيام كان هناك استهداف لنجل الزميل وائل الدحدوح في قناة الجزيرة، وليس هذا الاستهداف الأول لأسرة الزميل وائل، لكن طبعاً زي ما كلنا عارفين قبل ذلك تم استهداف أسرته، ثم تم استهدافه هو نفسه شخصياً وأصيب، والآن ابنه الأكبر حمزة. طبعا خالص عزائنا للأخ وائل ولكل الشعب الفلسطيني متمثلا في شخصية وائل الدحدوح. وأيضا نطرح تساؤلات في هذه الحلقة، لماذا يستهدف هذا الاحتلال الصحفيين تحديدا ومن يكشفون الحقيقة، ولماذا هذا الاستهداف يمر دون عقاب ودون حتى خوف من تكرار هذا الأمر؟ كل يوم وكل يومين ثلاثة يقتل صحفي ولا يحدث شيء. نرحب بفضيلة الشيخ الدكتور عصام تليمة من علماء الأزهر الشريف. أهلا بك دكتور. أهلا وسهلا بك أستاذ طارق والمشاهدين الكرام. أهلا بك دكتور. إزاي شايف مسألة استهداف الصحفيين بهذا العدد الكبير، أكثر من 100 صحفي حتى الآن، ورغم ذلك تستمر هذا المسلسل؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فأثني على تعزيتك يا أستاذ طارق بتعزية الأستاذ وائل الدحدوح وأسرة الصحفي مصطفى الثريا أيضا. أي نعم. فهذان صحفيان ارتقى أمس إلى بارئهما شهداء كما نرجو ذلك عند الله سبحانه وتعالى، وأن يرزق أهلهما وأهل فلسطين جميعا في كل شهدائهم الصبر والسلوان والأجر والعفو والعافية في دينهم ودنياهم، اللهم آمين. لا شك أن استهداف الصحفيين هو مقصود به المهمة التي يقوم بها الصحفي، وإلا ما العداوة التي بين احتلال وبين الصحفي؟ هو قضية الكشف، كشف الحقائق، تعرية ما يقوم به. رغم ما نراه في المستوى العالم من تضامن عالمي للإعلام بوجه عام الغربي والإعلام العربي أو الصمت معه، لكن ويخشى من أي صوت ولو هامس ولو بسيط، وهذه دلالة على أن الحق دائما يرعب أهل الباطل، ولذلك التمسك به أمر مهم جدا. على مدار التاريخ رأينا هذا الخوف، الخوف من كل صوت يكشف حقيقتهم أو يعري واقعهم. فمن قبل تم قتل الأنبياء، ما وظيفة النبي؟ يعني ما العداء الذي بين الرسل والأنبياء حتى يقتلوا؟ قتل سيدنا زكريا، قتل سيدنا يحيى، تمت محاولة قتل سيدنا عيسى عليه السلام عليهم جميعا السلام، تم محاولة حرق سيدنا إبراهيم، تم محاولة أيضا محاولة قتل سيدنا موسى عليه السلام، هو ومن معه. المسألة أن العداء مع الأنبياء ومع الذين يعني أمرون الناس بالقسط، هذه قضية على مدار التاريخ مفصلية ومهمة عند أهل الباطل. هو يكره صوت الحق ويكره من ينادي به، يكره من يبصره بعيوبه. فيعني على مدار التاريخ هذه مسألة موجودة، سواء عند هؤلاء المحتلين الصهيونيين أو غيرهم على مدار التاريخ، أيا كان نوع هذا الاحتلال. ولذلك يعني كنت أقرأ جملة للأستاذ خالد محمد خالد رحمه الله في كتاب له بعنوان الدين في خدمة الشعوب، يقول بعنوان مقالة بعنوان الاستعمار إلحاد، ولفت نظري فعلا للكلمة، إن الاحتلال لا يفرق كثيرا عن الإلحاد، لأنه يعادي الشعوب في الحقوق، وحقوق العباد والناس هي من حقوق الله سبحانه وتعالى،
يعني الربط ان ليس شرطا ان المستعمل ملحد، لا، يقول ان النتيجة واحدة لانه يحارب الحق، سواء كان هذا الحق في اعتناق دين او هذا الحق في اعتناق رأي او هذا الحق في العيش في وطن، فيستوي الاستعمار مع الإلحاد الذي يرفض الحقائق الإلهية في هذه المساحة. يعني لماذا الاستهداف؟ لأن هذا الصحفي يبرز ما لا يحب المجرم أن يبرزه، رغم أن بعض هؤلاء بيصور نفسه هو بيفجر، كما رأينا صحفية إسرائيلية قامت وهي تقول وأتوا بها لتضغط على الزر الذي يفجر المنشأة، جندي يصور نفسه لمخطوبته بالموبايل، ورأينا هذا الأمر أيضا من قبل في البوسنة والهرسك حينما يباهون باغتصاب النساء. هذه مرحلة من الجبروت ومن الإجرام المعلن. طب لماذا يقتل الصحفي؟ لأن الصحفي يبرز ما لا يحب هذا المجرم الإبراز، هو يريد أن يبرز هو جريمته التي من باب الانتقام، لكن الجريمة التي تدل على الانتقاص ومن آدميته وعلى أنه كشف مدى وحشية هذا الإنسان، لذلك يعادي كل صحفي وكل صاحب رأي وكل صاحب رسالة في هذه الحياة. هذا سبب رئيسي واضح نراه في استهداف الصحفيين. أي نعم. هناك نقطة تانية وهي مسألة كيف يصبر هؤلاء على ما يحدث لهم. يعني الآن الواحد يفقد أفراد أسرته وأولاده، ويفقد بيته اللي هو عايش فيه وبناه بالتعب والكد، ويكاد يفقد نفسه كمان بالإصابة. يعني كيف يصبر هؤلاء؟ الله عز وجل يعني أخبرنا في كتاب يثبت الله الذين آمنوا، الثبات من الله، يعني لا يجرؤ أحد أن يقول والله هذه شجاعتي. هذه طبعا فيه عدة عناصر بتكون هذه المعادلة من الثبات. السبب الأول والأخير والمهم جميعا أن الله عز وجل يرزقك الثبات، لكن هناك عامل شخصي أيضا، أنك تعد نفسك وتهيئ نفسك بصلتك بالله، بعلاقتك بالله، بفهمك لطبيعة الحياة، أن هذه الحياة في النهاية ستموت بالأباتشي كما قال الرنتيسي من قبل، ستموت بكذا، ستموت بكذا، يعني ستموت على فراشك، ستموت بالكانسر، ستموت بالحادث في الطريق، ستموت. المهم الميتة. ولذلك كتب الشيخ الغزالي رحمه الله مقالا قديما في الخمسينيات بعنوان موت الأبطال على الطريق. دائما الشخص صاحب الرسالة يحب أن يموت على طريق الشرف. سيدنا خالد بن الوليد كان دائما يتمنى الشهادة، لأنه عاش بنصيحة أبي بكر الصديق حينما قاله يا خالد احرص على الموت توهب لك الحياة، وعاش كل هذه المعركة وهو يموت، وقال ما من موضع في جسد فيه ضربة رمح أو ضربة ترس أو طعنة سيف، وها أنا ذا أموت كما يموت البار، يحزن على هذا المصير، كان يتمنى أن يموت في ميدان الشهادة. إذن جزء مهم من هذه المسألة، الجزء الأكبر والأهم إيمان الإنسان بربه. هذه مسألة لا يمكن أن تحسمها إلا هذا الإيمان. إيمان الإنسان هو المعول الرئيسي والكبير، وإلا لما يحسبها الإنسان طب ما أسهل أن أكون في وظيفة سهلة. ولذلك سميت في وفاة أسرة وائل الدحدوح من قبل في مقال سميت مهنة البحث عن الشهادة. في أي مكان هي مهنة البحث عن المتاعب، لكن في غزة الصحفي هي مهنة البحث عن الشهادة، لأنه يعلم أن النجاة نسبتها أقل من الاستشهاد، ومع ذلك هو ينجو من العذاب إلى مغفرة الله عز وجل وفضله. فالإنسان يتحمل لأن الله عز وجل يعينه، لأنه قدم. ولذلك يقول الحديث صلى الله عليه وسلم ويتوب الله على من تاب ومن تصبر صبره الله. إذن المسألة تبدأ بقوة الإرادة، وذلك يتم بتعميق الإيمان بالله، عندئذ يعينك الله عز وجل. إن تنصر الله ينصرك. البداية دائما منك، تبدأ منك، الإيمان يبدأ بك منك، الصبر، الحلم، الطمع فيما عند الله، يلقي الله عز وجل على قلبك هذا الثبات. ولذلك سنرى هذا النموذج مثلا، نرى لأن هناك أسوة لنا في ديننا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة،
لما نقرأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني فقد جميع أبنائه في حياته بنين وبنات، بعد السيدة فاطمة ماتت بعده بستة أشهر. طب أماجد هذا النموذج وكلهم في حياته البنين والبنات، ونموذج للصبر والثبات، ولم يزد إلا على الدمعة التي أجازها الشرع، وقوله يعني ولا نقول إلا ما يرضي ربنا فإن الله وإن إليه راجعون، وقال إن على فراقه إبراهيم لمحزونون. حزن شيء طبيعي، ولكن تكتمل الحياة بعدها لا تقف. عامل حزن فقد أهم شخصيتين في حياته، فقد العم المساند وفقد الزوج في الخارج، وفقد الزوجة المساندة في الداخل. هل توقف؟ لا، خرج إلى الطائف رغم أنه لقي يعني صراعا أشد وأعنف، لكنه أكمل الطريق. بعدها بيعة العقبة الأولى، الثانية، الهجرة، لم يتوقف. فهنا ليس هنا الصبر الذي يسميه البعض صبر المجبر عليه الإنسان، يصبر وهو عاجز ويصبر وقد اعتزل، خلاص سأعتزل الحياة، لا. لذلك نجد هذا النموذج في أستاذ وائل وفي بعض وفي إخوانه، أن الكاميرا إذا سقطت من على كتف واحد يقوم الآخر، والميكروفون في يد واحد يكمل من بعده، ويدفن في الصباح وفي المساء يخرج في التغطية. هذا هو الصبر الجميل الذي قال عنه القرآن فاصبر صبرا جميلا. الصبر الجميل الصبر الذي يكون صبر إيجابي، ليس صبرا سلبيا أنا مجبر، يعني أسميه بعض أهل الأدب آسف صبر الحمير، إن الحمار إذا عليه حمل ماذا يفعل؟ مجبر، صاحبه يجبره، فماذا ينتظر؟ إما أن يموت أو أن ينتهي المشوار أو أن يعني يخفف سيده عنه الحمل. أما صبر الإيمان لا، هذا ما قال عنه أحد السلف، لا تسأل الله أن يخفف حملك ولكن سأله أن يقوي ظهرك. الرجولة والإيمان في تقوية الظهر وليس في خفة الحمل. الحمل الخفيف الكل يحمله، لكن الحمل الثقيل، وهذا ما قال صلى الله عليه وسلم، الناس كإبل ماء قل أن تجد فيها راحلة لتعتمد عليها في السفر وتحمل وتتحمل عن قوة وجلد وصبر قليل في حياة الناس. فالثبات في مثل هذه المواقف من الله عز وجل، رأينا هذه النماذج أيضا من قبل في شهداء رابعة وفي غيرهم وفي غيرهم، وعلى مدار التاريخ في أهل فلسطين، خنساء فلسطين كم قدمت. فإذا بعض الناس يقول لك كيف يصبر هؤلاء؟ يصبر لأن لديهم إيمانا بربهم وثقة في موعوده بالنصر على أعدائهم إن شاء الله. كل هذه عوامل، وأيضا مما يعين المجتمع، المجتمع، أن حول وائل الدحدوح وحول وإخواني وحول كل أسر الشهداء المصير الواحد، إن المصائب يجمعنا المصابين، كدر الجماعة خير من صفو الفرد. الإنسان بين مبتلين أفضل أن يكون معافا وحده، هنا يتحمل. ولذلك قال جمال الدين الأفغاني كلمته الشهيرة، بالضغط والتضييق تتقارب الأجزاء المتناثرة. لما تضغط على أشياء بعيدة تضطرب من بعضها، هذا القرب يفيد الناس في مسألة العون على الثبات والعون على الشدائد. فالشدائد تجعل من أهل الشدة وأهل المحنة إخوة مترابطين متحابين، يعين بعضهم بعضا، ولذلك هذا ما يعين الإنسان. ولذلك شرع الإسلام العزاء وشرع عيادة المرضى، ليه؟ لأن لو كل مريض لحاله لوحده يموت، جنة من غير ناس ما تنداس. لكن الحياة حينما يمرض يجد من يزوره يخفف نفسه، من حينما يكون عنده ميت يجد من يعزيه، وذلك اسمها العزاء، يعني تشعر الإنسان أنه ليس وحيدا، يعني له عزة وعزوة تقوي وتشد من ظهره ومن عزمه ومن إرادته.